شجرة مريم هي تعود إلى أكثر من تاريخها من أكثر من 2000 سنة. استظلت بها العائلة المقدسة في أثناء رحلة هروبها من الإمبراطور هيرودوس. جاء الملاك الرب يوسف النجار وأمر بأخذ الأم والطفل العذراء مريم وسيدنا المسيح والهروب إلى مصر. كانت المنطقة شجرة مريم هي النقطة السابعة في رحلة مسار العائلة المقدسة. النهاردة الافتتاح بمنطقة شجرة مريم اللي بتحوي على ثلاث أجيال من الشجرة، بتحتوي على بئر الروماني اللي شربت منه العائلة المقدسة.